دليل آخر يزيد من احتمالات ضلوع إيران بالهجوم على ناقلات النفط في مياه الخليج العربي الأسبوع الماضي. البحرية الأمريكية تعرض شظايا لغم لاصق ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم، وتقول إنه يحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. بحسب مسؤول في البحرية الأمريكية، فإن اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، وهو يشبه ألغاما عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية. وجاء إعلان البحرية الأمريكية بعد تصريحات لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أكد فيها أن بلاده مستعدة لمواجهة إيران إذا أرادت أن تمتلك سلاحاً نووياً، لكنه ترك احتمال المواجهة مفتوحاً بشأن حماية إمدادات النفط في الخليج، رغم أن إيران بلد إرهابي منذ سنوات طويلة على حد قوله. إذا نظرتم إلى ما تفعله إيران، وأنا لا أتحدث عن الأسبوع الماضي فحسب، بل أتحدث عن سنوات طويلة، إنها بلد إرهاب. وألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على إيران في هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان، وهجمات على 4 ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات في مايو أيار الماضي، ولكن إيران نفت ضلوعها في الواقعتين.